على سلامتكم، توحشتكم. صح قولوا لي راكم باين تعرفوا السر نتاع هذا تقرميش؟ اليوم نمد لكم كاع لي ديتاي، تبعوني. الحاجه الاولى نجيب صدر نتاع دجاج. هنا انا جبت صدر كومبلي وكل واحد على حساب العائله نتاعها. هنا صدر فيه 500 غرام، نقطعها هكذا دي مخصو ونحطها في الروبو نتاعي. هنا عندي بطاطا طيبه في الماء والملح، الوزن نتاعها تقريبا نص الوزن نتاع الدجاج، عندي 200 غرام. هنا نص حبه بصل، 3 سنينه ثوم، النسب شويه معدنوس مقطع. هنا عندي فلفل كحل، وكي نقولوا دجاج دائما معاه اسكنجبير، هنا شويه اسكنجبير والملح. هنا عندي مغرفه صغيره نتاع لا موتارد، يتوالم بزاف مع الدجاج. وهنا عندي شويه نتاع لا شابلور. المقادير كامل راح نصيبوهم تحت في الديسكريبتيف. نطحن كاع هذوك لي زانغريديون مع بعضهم، وساعه ساعه نحل الروبو والتحتاني رده فوقاني والعكس. وهذا هو لو ميلونج اللي تحصلنا عليه. شوفوا اون بات جايه هكذا شويه تتلصق. ودرك نجيب هذا الكاس راح يعاوني باش نعمر لا بات نتاعي في لا بوش ولا في كيس الحلواني، نعمرها هكذا. هاد لا تكنيك فريمون تخليكم تخدموا بنقاء. فوالا كيما راكم تشوفوا سي بون، حطينا كامل لا كونتيتي. هنايا ندير فتحه صغيره نتاع 1 سنتيمتر انفيرون، ونجيب لا بيتي دراكليت نتاعي ونراكلي بها كامل الدجاج هكذا باش ما يضيع لنا والو من لا بات نتاعنا. نجيب سني يكون شويه كبير مفرش بابي كويسون ولا ان فيلم اليمونتير ولا بلاستيك، ونحط فيه لا بات نتاعنا. نبقى نشكل فيها على شكل دي براسلي كيما راكم تشوفوا ولا دي دونات هكذا، حتى نكمل كامل لا كونتيتي اللي عندي. وهنا نجيب شويه ماء ونحاول بصبعي هكذا نعدل السطح نتاع هذوك لي براسلي كيما نديرو مع لا بات شو. نكمل كاع لا بات نتاعي. انا هذيك الكونتيتي مدت لي 5 تاع لي بلا كيما هذاك اللي شفتوه. ومن بعد نحط لي تشيكن ناجتس نتاعي اللي عندهم شكل تاع دونات في الكونجيلاتور بالقله 5 سوايع. انا حطيتهم خليتهم ليله كامله. وقبل ما نقليهم نوجدوا هاد لاصوص فرماج نتاعنا بنينه بزاف باش نرافقوهم. نحطوا فيهم فرماج صفر بيض، هنا عندي الحليب، عندي سنينه ثوم نسم بها، الملح، رشه خفيفه نتاع السكر، وندير فلفل كحل. نرفد لا كريم نتاعي. بون مازال ما ولاتش كريم، مي درك نحطوها فوق الغاز ونبداو نحركوها حتى تبدا تتقال وتولي عندها لا تيكستور كريموز كيما راكم تشوفوا فيها. تبدا تبقبق ودير هادوك لي بول تما، تعرفوها بلي سي بون طابت. وهنايا نزيد نسمها بشويه معدنوس، وها راهي هنا واجده. نحطها ابار لو طون لي نقلي لي ناغيتس نتاعي. وبيان سور لي ناغيتس ما رايحاش نرميهم هكداك في الزيت، غادي ندير لهم اون بانور انغليز. هنا راه عندي البيض، وهنا لو سكري نتاع هذيك القرمشه اللي سمعتوها مع الاول هو المايزينا. نرمدهم بالمايزينا عوض الفرينه هكذا باش الدنيا تطرطق بتقرميش. وهنا شوفوا لي براسلي نتاعنا سي بون جمدو كيما راكم تشوفوا، راهم متماسكين تري تري بيان وقت ساحو. نلم لي ناغيتس نتاعي على بعضهم، ودرك نبدا نفوتهم في لابانور. برك نوصيكم لازم تكونوا خفاف، ماشي تقعدوا تخدموا في هذه العمليه في عقلكم ولا تهضروا في التليفون، لازم تمتم باش يبقاو متماسكين هكذاك. نفوتهم في المايزينا، البيض، ومن بعد لا شابلور، وهكذا نكمل كامل لا كونتيتي نتاع لي ناغيتس اللي عندي. وهارم هنا كيما راكم تشوفوا فيهم بيان باني من كامل الجوايه. لي ناغيتس نتاعنا لازم يتقلاو في زيت غزير كيما راكم تشوفوا هنا، حكمت كاسرونه ثقيله شويه عمرتها بالزيت، ونغرق فيها لي ناغيتس حتى يتحمروا. نعطي لهم الوقت حتى يتحمروا، لازم يطيبوا. ديجا على باز ماهمش خشين بزاف، ما راحيش يحكموا بزاف الوقت في الطياب. وبرك نوصيكم ماذا بكم كي ترموهم في الزيت ما تقعدوش تخربوا فيهم بالفرشيطه ولا تحركوا فيهم، اعطوهم لو طون لي يتماسكوا، هذيك القشره الفوقانيه تتشكل. وهارم هنا لي ناغيتس لي تشيكن ناغيتس نتاعي طابوا وجدوا، راهم ميشهي. وراكم تشوفوا هذيك لا كولوراسيون تاعهم تهبل. وهنا حطيتهم في البلا اللي راح نحطها في الطابله كيما راكم تشوفوا. زوقتهم هكذا بشكل متناسق وشباب، نرشوا عليهم رشه نتاع المعدنوس باش نعطيو له كولور شابه. نرافقهم مع هذيك لاصوص البنينه نتاع الفرماج، حطيتها في ان بوتي غامكان. وهنايا حطيت معاهم دي بوتيتوس في الفرن مقرمشين. دوك من بعد هادو ننزلكم لا فيديو وحدها، ما بغيتش نطول بزاف لا فيديو. ودرك استمتعوا بالحياه وعيشوا اللحظه، واحد تقرميش هايل بنان بزاف هاد لي ناغيتس. ونهار ديروهم اولادكم يطيروا بالفرحه. ان شاء الله لاصات نتاع اليوم عجبتكم، جيسبر تجربوها وتبعتوا لي لي روتور نتاعكم. ودرك نقولكم بقاو على خير.